في البلوك. ايوه بس السيد الان اللي عندي ما لهش علاقه بالقيم السابقه. السيد يعني ايش؟ يعني تخيل لو انا بعمل عمليه نيوميريكال اناليسيس هحط السيد الاولى عندي خمسه. اوكي. خلاص السيد اللي حتى لو فيها هي بدات انا سيد معروفه. الاول اين المشكله كانت؟ انا كنت باخذ هذه البيانات وبضربها في بلوك قبله. بلوك قبله. لكن الامور الثانيه لا، انا بولد سيد جديده كل مره بتولي مثل سيد جديده لا علاقه لها. مش من السيد السابقه المضروبه ولا لا؟ لا. السيد السيد الجديد بعد الزمن. السيد معناها ايش؟ معناها ايش؟ بدرة قيمة عددية. أي قيمة عددية؟ الآن لاحظ الداتا اللي موجودة هنا، أنا لا دخل لي فيها. أنا ولدت انيشيتر فيكتور. وولدت منه ثلاث سيد. سيد. أوكي. تمام؟ الدائرة كلها ما مسكهاش. من السيد الأولى ولدت سيد ثاني. اللي بضربها بالثاني اللي بضربها بالبلوك الثاني من السيد الثانية ولا السيد الثالثة اللي بضربها. لكن البيانات لو في خطأ هنا حتى لو خطأ هنا لن يسحب معايا لأنه أنا مش مستخدم البلوك، مستخدم السيد اللي أنا موجود. اكس اور هذه على فكرة عاملين لنا عمل بديل يعني في الانكريبشن. الكاونتر هذه الكاونتر بتقول لك لا أنا ما عنديش حاجة جديدة، انا حاخذ سي اف بي والاو اف بي بحدمهم مع بعض واعمل حاجات يعني ليست جديده، هي دمج الاثنين الموجودين معايا. الان جت عندي الستاندرد ايضا هذه الدي اي اس. كنا نقول على الدي اي اس جت لي ستاندرد اسمها ترايبل. ترايبل معناها ثلاثي. ايش حكايه الثلاثي هذه؟ قال لي انا حستخدم ثلاثة مصطلحات دي اي اس تريبل اي 3. طيب الدي اي اس عرفناها هي الستاندرد الاساسيه الموجوده. تريبل دي هيعمل انكريبشن ترانسفير للداتا انكريبشن وانكريبشن وانكريبشن لنفس الداتا. اخذ الاولى وسوى انكريبشن اخذ الاولى السايبر ناتج. لا باقي هذا ايش هو الثلاثه؟ هستخدم 3 دي مختلف. هاخذ الداتا هضربها في الكي الاول هحصل على الانكريبشن الاول. هاخذ الانكريبشن الاول واضربه في الكي الثاني هحصل على الانكريبشن الثاني. هاخذ الانكريبشن الثاني واضربه في الثالثه حلو. هذه بس الكي لازم تكون موجوده بالطرف الثاني نفسه. اي طبعا. لكن انا مش الميزه انه هنا خلاص لو اكتشف واحد مش حيكتشف الاثنين. هذه هي هاي سكيور. قال لك طيب هم ناس ممكن يعني جابت الطريقه الثانيه اللي هي ايش؟ في اي اس اي دي اي 3. لاحظ اي اس قال لي بستخدم انكريبشن بعدين بعمل انكريبشن وبعدين بعمل انكريبشن ثانيه. الديكريبشن لما؟ للتكست عندي 3 كيز. اوكي سوينا انكريبشن. لحظه عملت انكريبشن بالكي الاول. اوكي طلع تمام. الان هعمل ديكريبشن بالكي الثاني حيطلع نتيجه مختلفه غلط. ايوه حاجه ثانيه بلاش ما فيش مشكله هاخذ الكي الثالث واعمل انكريبشن مره ثانيه. يعني انكريبشن او ديكريبشن او ديكريبشن. انا بحكي انه بنفس الكي السابق. لا 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 شغل حسب الامور تمام وطلعت سكيورتي جميله. الثالثه لاحظ قال لي بيعمل ايش؟ دي اس تريبل اي دي 2. تو كيز. قال لي انا بعمل ثلاثة انكريبشن بس تو كيز. تو كيز. الاول هاخذ الانكريبشن الاول وبعدين هاخذ انكريبشن على الكي الثانيه وبعدين النتيجه هرجع اعمل انكريبشن مع الكي الاول. يعني هستخدم الكي الاول مرتين واستخدم الكي الثاني مره واحده. هذه نفس العمليه ولا
عدد الكيس لكن نفس التعريف. الحالة الثالثة عم بيعمل ايش؟ اي 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 2 يعني بيعمل الاول انكريبشن بعدين بيعمل الانكريبشن بعدين بيعمل انكريبشن ما في بس التوكيل لان شكلك ما في انتجار حاجة صح؟ مش واضحة عندك صح؟ عشان بس ارجع افصل لك اياها ولا لا؟ انا بسالك يا مش واضحة لحظة بعد بيقول لي تريبل دي اس ستاندرد اسمه دي ايه؟ ستاندرد انكريبشن ستاندرد تمام؟ هذه فانكشن تعمل انكريبشن وبتعمل ديكريبشن اذا بتطلع تطلب مني واحد تي عشان تعمل انكريبشن ومن الانكريبشن تعمل ديكريبشن تمام؟ قال لي انا هذه العمليه سهل اكتشافها لانه في مره واحده بستخدمه مش في حاجه معقده، قال استخدم الكي بس ثلاث مرات، استخدم نفس العمليه بس ثلاث مرات، كيف ثلاث مرات؟ قال لي هذه البيانات اللي عندي اسمها الاندكس بي. بحدد ثلاثه كيس، كي واحد وكي اثنين وكي ثلاثه. تمام؟ ببدا اعمل انكريبشن للبي واحد مع كي واحد، فطلع لي ناتج معين سي. وبعدين حقل السي هذا انكريبشن مع الكي 2 واعمل له انكريبشن مره ثانيه مع الكي عقد الانكريبشن بانكريبشن بعده حيطلع لي سي 2 اللي هو الانكريبشن الكي 2 حقل السي 2 واعمل له انكريبشن مره ثالثه يعني عملت الانكريبشن كم مره؟ ثلاث مرات عشان كذا سميناها انكريبشن 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 وثلاثه كي مختلفه هذه الطريقه الطريقه الثانيه قال ايش بعمل؟ باخذ الكي الاول مع جي وبحصل على السي واحد عن طريق الانكريبشن. بعمل اول انكريبشن للبي اعطي لي سي واحد وبعدين هاخذ الكي اثنين واستخدمه هنا في عمليه ديكريبشن. طبعا مش حتطلع البيانات السابقه لانه الكي مختلف حتطلع لي بيانات ملخبطه على اخر. بعد كده باخذ الثانيه سي 2 هذه وبعمل لها انكريبشن على الكي 3 وهنا عقدت المساله عشان كذا كلها سميناها تريبل دي بي مره انكريبشن مره ديكريبشن ثلاثة كي وهنا بيعمل مره انكريبشن مره ديكريبشن ب 2 كيس واحد مش يكتب سنتر اللي بعدها الانترناشونال داتا انكريبشن الكويست هذه فانكشن مختلفه ولكنها ادعت انها تعمل كل الخطوات حقت بي اي اس. يعني تستخدم نفس بي اي اس السابقه. لاحظ معي انه بتستخدم ايضا 64 وبتاخذ 52 سبكي يعني تقسم الشغل بطريقه مختلفه. يعني مش حتاخذ الشغل كما كانت تاخذه. هنا لخبطه اخذ 16 لوحدها واخذ 2 3 لوحدها، اخذ كي مع كي مختلفة، ان شاء الله شغلات لخبطة في الأمور، بس في الأخير لها طبيعتها في عملية انكريبشن، فصوب وصلها لك إلى الاعتراف. اعترفوا بهذه الطريقة. لو الآن أنت تشوف حتلاقي السورس كود حقها موجودة، لكن ما فيش حد ما لهاش زبائن. البلوفيش هذه اللي خلاها تشتهر وزارة الحكومة الأمريكية كانت اعتمدتها اعتمدتها والراجل كان اسمه شنير مش عارف من واحد هندي شنير بلوف بلوفش براس شنير بلوفش هو اللي عمل البلوكسيفر 64 لكن قال لي في حاجه ثانيه قال لي انه انا بستخدم 64 وحجزها على 32 يعني عمل كي وفرقه بالاخير الانكريبشن الهايجر هذه تستخدم السكرو انكريبشن يعني هتعمل سبليت للنولج يكون مش عندي كي واحده عندي اثنين عشان يفتحوا العمليه هذه ستاندر لوحدها تستخدم 64 توصل الى 128 128 قسموها الى 64 لكن الميزه العجيبه اللي فيها انه مش حتكون ستاندر للانكريبشن والديكريبشن في الحاله الواحده لا تستخدم الحالات المتعدده لما يكون عندي سكيورتي يحتاج اكثر من شخص فحتولد اكثر من كي وتعمل العمليه
كل هذه الستاند اب لا تغنينا عن الادفانس انكريبشن ستاند اب. هذه رندول اسمها رندول. رندول هذه كانوا اعتمدوها في فتره من الفترات وقد كانت شغاله حتى جربناها ايام ما كنا في الماجستير. كانت لها سمعه خفتت مره ثانيه. ما عاد اصبحت مشهوره زي زمان. هذه كان في ميزه انه معك ثلاثه انواع من الكتب. شعر 128، شعر 64، شعر 256. بتعطيك قوه في اشياء كثيره 128 192 256. ثلاث حالات وكانت بتعمل لك حاجه حالات كثيره، يعني تاخذ منك سيريال ماجستيرين على طول وتعمل له انكريبشن، كانت شعر بتكبر. بس حاليا ما اسمعش عنها كثير يعني. لكن لاحظ انه كل كي للكيس يعطيك قوه اعلى 256 على فكره، انت بتعمل 13 راوند بينما في 64 بتعمل 16 دوره بالاكس اور، يعني بدل ما تعمل 16 اصبحت بتعمل 3256. كل هذه الستاندرد بتعمل لك حاجه واحده، بتعمل لك سكيورتي اللي هي بالثلاث توقيع الاساسيه. نجي للكي ديستربيشن. السكريت كي هذه مشكلة. كيف أعمل أنا عشان أوصل السكريت كي للشخص الآخر؟ قال الطريقة الأولى أوف ديستربيشن. ترسل له إياها برسالة، تتصل به بالتليفون، تقابله بالمقهى. بدنا نشوف الطريقة اللي في كل الأحوال المخاطرة فيها. الببليك كي انكريبشن، قال لك ايش الحكايه الببليك كي. الفكره هنا انه انا بعمل ديستريبيوشن للكي عن طريق ان انا ارسلها بالنت. كيف حترسلها بالنت؟ قال لي في هيلمر وقال الجوريثم. لو ركزت مع الجوريثم الموجوده هنا قال جمال بعد ذلك وقال هذه العمليه نقدر نستنتج منها حاجه في الببليك كي. اساس الببليك كي كان هدف، كان الهدف انه كيف يوزعوا الكي. اختار طريقه لطيفه، قال لك تاخذ رقم جي بحيث يكون اكبر من الواحد ولا اقل من البي، تمام، وبعد ذلك تحسب الار بحيث انه يساوي جي اوف ار مود بي. على فكره نفس الخطوات. وبعد ذلك الاثنين بيعملوا نفس الخطوات وبيوصل الى انه كل واحد منهم ياخذ الديستريبيوتد كي الموجوده بدون ما حد يعرف ما هو الديستريبيوتد كي الموجود. اقرا في هذا الموضوع الهدف فيه فقط كيف كان يوزع الكيز الموجوده عنه. فشوف انت هتقرا فيه، لكن بالاخير حتوصل الى انه انت معك الببليك كي اللي حنتكلم عليه الفتره. أنا كنت